عسلامة يا جماعة، اليوم جيت وجبت لكم وصفة متاع بجاوية فستق باش تكون سنا توندونس ومتصدرة في العريس المثخمين. ناخذوا 500 غرام سكر، 100 غرام ماء، 300 غرام فستق مهروش و 250 غرام فستق مرحي. أهم حاجة في نجاح البجاوية متاعنا هو الشحور، هذاك علاش باش نبداو بيه. نحط السكر نغطيوه بالماء وقت اللي يوصل ل 110 درجة، وإحنا نحطه مغرفة أكل قارس، وفي 125 درجة نطفيه. ناخذ القياس العجيب متاعنا، يعرفوه تلامذتي الكل، نشكلوا فيه البجاوية متاعنا كيف ما قاعدين تشوفوا فيها. نخدموا المهروش وحده والبودر وحده، نعملوا المونتاج متاعنا، وبعد نخليوها تبرد نصف ساعة ونقصوها مثلثات وإلا مستطيل، وبعد نزينوها بالفستق مغطس في الجليكوز. هكيكا تحصلوا على أثخم وأروع بجاوية فستق. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، واستنيوني في الوصفة الجاية.